المطبخ المغربي يتوج كأول مطبخ عالمي. The number one cuisine across the planet is Moroccan cuisine. المطبخ المغربي تفوق على المطبخ المكسيكي في مسابقة أشرف عليها جوردن رامسي الشيف البريطاني الشهير واللي عنده برامج كبيرة عبر ناسيونال جيوغرافيك. رامسي الطباخ الشهير الذي جاب العالم يؤكد في مسابقة أجريت أن المغرب أحسن مطبخ عالمي. مبروك على المغاربة، مبروك على المطبخ المغربي، ومبروك على الطباخين المغاربة، مبروك على المغاربة المطبخ ديالهم. هشام خضري، قناتي مغرب أولا ولا غالبية لله. عاش المغرب ولا عاش من خان، يعلم الله كم أحبك يا وطني، ويعلم الله كم أحب كل الطبخ المغربي. على بركة الله نبدأ الفيديو. رامسي الشيف البريطاني الشهير فواحد المسابقة دارها وتبتات وكانت على الانستغرام وقال بصريح العبارة أن المغرب المطبخ المغربي أحسن مطبخ في العالم. فوقنا على من؟ على المطبخ المكسيكي. ملايين ديال الناس صوتات، ملايين ديال الناس، أزيد من 2.5 مليون شاركوا صوتوا في هذه المسابقة. هذه المغرب تقدم على المكسيك 60% من الأصوات لصالح 40% من الأصوات صالح المطبخ المكسيكي. إذا المطبخ المغربي يؤكد مرة أخرى وأنه الذي كان يسيطر دائما على المطبخ العالمي. المغرب المطبخ المغربي كان دائما يأتي المرتبة الأولى متقدما الفرنسي. المطبخ المغربي كان دائما في الصدارة، المطبخ المغربي كان دائما ينافس وكان في الصدارة ما بعد من المراتب الأولى، كان دائما متقدما على كل المطابخ العالمية. المطبخ المغربي بالتنوع ديله من طاجين لوبيا العدس، المطبخ المغربي المتنوع من طنجية للطاجين، من طاجين الكسكس، من الكسكس الأحلاب. المطبخ المغربي المتنوع، إلا بقينا كنهضروا غادي نلقاو من البسطيلة الطنجية الكسكس المكتف الدجاج المحمر اللحم بالبرقوق اللحم بالزبيب اللحم بالزيتون الدجاج مشرمل الحوت المسمن، المهم كثير ما يتقال. المطبخ المغربي مطبخ متنوع، تاكل هنا وما الماكلة اللي كليتيها هنا ما تقدرش تاكلها. حتى ان المطبخ المغربي ممكن تمشي عند شي ناس جلس عند شي ناس الماكلة اللي كليتيها اليوم ما تاكلهاش غدا واخا تكون بسيطة. الماكلة اللي كليتيها في الصباح ما تاكلهاش في العشية، والماكلة اللي كليتيها في الغداء ما تاكلهاش في الصباح، وهي غادية. المتنوع المطبخ المغربي اعطاها التفوق على المطابخ العالمية. هنا خصنا نعرفوا بانه ضروري اننا نحافظوا على المطبخ المغربي، خصوصا من بعد المسابقة ومن بعد الفوز هذا ومن بعد هذا الشيف ومن بعد هذا البرنامج ديال الشيف رامسي مورغان. فالمغرب تسيد المشهد العالمي اليوم في المطبخ، خصوصا ان المطبخ المغربي سيقدم للعالم مرة اخرى بشكل اكبر، وخصوصا ونحن مقبلون على تنظيم كأس العالم. المطبخ المغربي ولاو الناس كيعرفوه ولاو الناس كيكتشفوه من بعد الوصول ديال المنتخب المغربي في كرة القدم نصف نهاية في قطر 2022، والمباريات اللي ربح والمباريات والمنتخبات القوية اللي تجاوز، وشفنا كيفاش المنتخب الإسباني فاز في النهاية على المنتخب الإنجليزي، وما كانش اللي خرج المنتخب الإسباني من البطولة إلا المنتخب الوطني المغربي. هنا التنوع ديال المطبخ فخصنا نحافظوا عليه، العراقة ديال المطبخ المغربي خصنا نحاولوا ما ندخلوش عليها أكلات هجينة أكلات سريعة تنقص من قيمتنا نحن الشعب المغربي الضارب في التاريخ. 12 قرن من الزمان، أزيد من 12 قرن من الزمان، فهذا ما يخلي المطبخ اللي يكون متنوع وما يخلينا إننا نفتخر بأننا عندنا مطبخ مغربي على المستوى العالمي هو الأول. إذا أين هي المطابخ الأخرى؟ ما نبغيش نذكر المطبخ الكرغولي سكران وطيح في الدروج ولا مو في حجر مو. خليتكم على خير من أجل المسلم لا حفقة لا غير لا يلاقى.